إذن سيداتي يا نساتي سادتي متابعين الأعزاء مشاهدين الكرام، مشروط سادة الخيل المهجنة الأصيلة المستوردة ونتهد درجة التكافؤ والتصريف من 70 إلى 90 مسافة 1200 متر كلوسي بوسيس كارديل 24/7 سجلات السفيرة ونوار روكاب شاولين الشمالي وجول روك رج وداني جاندلاك وفريكن هاما. ينطلق الشوطة مع الجود روكاب السادة ابناء عبد الله محمد الشيخ الكواري في الصدارة، والمركز الأول جي بي جيام بير، وفي ثاني المراكز السيد عادل علي بن علي المسلماني تيوشي مع رج وداني في ثاني المراكز، وثالث المراكز الجود سجلات حمد بن عبد الرحمن العطية في ثالث المراكز، محالم من الجود السفيرة حسن علي العبد الملك كيفريد فايفر، ولكن الخط المستقيم باتجاه خط النهاية الجود روكب ابن عبد الله محمد الشيخ الكوري جي بي جامبير الان جاسم الغزالي وروكب روكب الان جي بي جامبير في الصدارة والمركز الاول، محاولة مع الجود سجلات الان وجيرالد برانش جيرالد برانش وروكب روكب وسجلات سجلات الان سجلات السيد حمد بن عبد الرحمن العطية حمد بن عبد الرحمن العطية والجود سجلات. الف الف مبروك للسيد حمد بن عبد الرحمن بن حمد العطية ريتشارد. إذن الصدارة والمركز الأول مع الجود رقم 4، الجود سجلات مركز سيد حمد بن عبد الرحمن العطية والخيال جيرالد برانش والمدرب جاسم الغزالي ألف مبروك. في ثاني المراكز الجود رقم 7 روكب السادة ابن عبد الله محمد الشيخ الكواري جي بي جامبير، وفي ثالث المراكز الجود رقم 5 السفرة سيد حسن علي العبد الملك إيفريد فايفر، ورابع المراكز الجود رقم 2 سكارجل سيد خليل منصور الشهواني، خامسا الجود رقم 6 الجود نوارة سيد عبد الله حسن العبد الملك كاري كارتر. ألف مبروك.